حالكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه باذن الله. كنعتذر على الغيبه الطويله، كانت عيانه شويه. الحمد لله دابا بخير وعلى خير الحمد لله. اليوم ان شاء الله غنخرجوا شويه، نشموا شويه الهواء، نطلقوا الرجلين ديالنا، رجعوا حبسونا عاوتاني في هذا الكونفينمون. ما كاين لا خروج لا فين تمشي لا فين تجي، نتوما عارفين. قلنا نخرجوا شويه اليوم، نخرجوا العواول يطلقوا رجلهم. واحد الغابة هنايا في أغلون اسمها باي، هي محمية طبيعية، يجيو الناس هنا بزاف كيعملوا سبور ويتمشاو. صراحة الله غزالة، فيها واحد بحيرة كبيرة، دابا نوريها لكم إن شاء الله في الفيديو. وبقوا معايا نساريكم شوية هنايا، تخضروا عينكم وترتاحوا شوية نفسيا إن شاء الله. واللي بغى يشوف الفيديو يبقى معايا، ويلا نبداو بسم الله.
وبعيدة كتكون الجولة ديالنا تسالت ورجعنا للمطع اللي انطلقنا منه من الشلة الأولاني اللي شفتو معايا في الفيديو. صراحة ربي هاد الغابة كتهدأ الأعصاب. صوت الماء، أنا من عشاق صوت ديال الماء، كان حماق على صوت الماء، وهذا زعما صراحة الله اللي قريب من هاد الجهة دي نصحو يجي هنايا يريح الأعصاب ديالو ويطلق رجلو ويخدر عينه كما كنقولو. صراحة الله الدنيا غزالة. وهذا المطع هذا هو جا في الأول هاد الغابة، فيه لي ريستورون مطاعم والقهاوي هكذا في الصيف، وهادي دابا مشدودين لأن نتوما عارفين كوفيد 19 وهادي غاستخونومي كاملة مشدودة، لي ريستورون لي كافي طولو كل شيء مشدودين. زعما الصراحه هاد المطعم هادي في الصيف كتكون غزاله غزاله، وخا نوصف لكم شحال ما وصفت لكم ونعت لكم كتكون زعما واحد الاجواء فيها في الربيع وفي الصيف، يكونوا فيها واحد الاجواء ما نقول لكم شو، كيكون فيها الناس بزاف حيت مشهوره، كيجيو الناس بزاف لهنايا ياكلوا ولا هكذا في العشيه، الدنيا مزيونه في هاد لي جاردان هيدا عندهم بلاي طابل عاد دابا هازين وجامعين اغلبيه ديال ديكوراسيون اللي كتكون عندهم في الربيع وفي الصيف. انا من عشاق هذه البلاصه هذه، زعما ملي اكتشفناها كانت من اجمل الاماكن اللي اكتشفتها هنايا في اغلون. هذه البحيره بيدي كتكون عامره بالماء بالحق، دابا عاملين فيها اصلاحات عليها خاويه، والمنظر ديالها في الصيف غير تماما 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 على الخريف او الشتاء. حنا الحمد لله خرجت عندنا واحد يومين ديال الجو مزيان عليها، جينا هنا نتمشاو وكانت ما شاء الله اليوم الحد كانت ما شاء الله عامره الغابه عامره. راه انا عملت لكم غير مقتطفات لان ما كنتش نقدر نصور الناس، الدنيا هنايا غزاله غزاله والطبيعه والهواء نقي. صراحه الله تمشينا الله يلا. ايوا واش نقول لكم، هكذا كنوصل لنهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا ارتحتوا شويه، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى فيديوهات مقبله ان شاء الله.